شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام الكابتن طاهر رجب والكابتن محمد سيد سليمان الشهير بالكابتن سلعوه. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم، وعوده مره اخرى الى ليالي دوري السوبر لكره السله ما بين الاهلي والزمالك في ديربي العاصمه على صاله الامير عبد الله الفيصل. نستعرض التشكيل سريعا مع حضراتكم. النادي الاهلي عمرو زهران رقم 1، مؤمن خيري رقم 2، عمر عزب رقم 3، الجندي رقم 5، مروان سرحان 6، سيف سمير 8، كريم حاتم 10، والتر هوج 15، احمد اسماعيل 21، علي وحيد ناشئ 20 سنه رقم 11، محمد خيري ناشئ 18 سنه رقم 1، وعمر عماد الشهير بالجودزيلا رقم 34. القياده الفنيه للسنيور اوجوستي جولبي بوش، ومساعداه الكابتن احمد الجرحي والكابتن رامي اديصي. اما نادي الزمالك اليوم فتشكيله مكون من احمد عزب رقم 1 وهو الشقيق الاصغر لعمر عزب لاعب النادي الاهلي، عصام فاروق، عمر هشام، اسلام سالم، احمد ياسر، عبد الوهاب، زياد ايمن، علي حجازي، فهمي حسن، خالد عبد الناصر، حازم اشرف، وليد عبد الجواد. القياده الفنيه للكوتش احمد مرعي المديرا فنيا، والمساعداه الكابتن ياسر عبد الوهاب والكابتن سمير جوده. على بركة الله نبدأ أحداث ديربي العاصمة في كرة السلة ما بين النادي الأهلي والزمالك. الستارتنج لاين أب للنادي الأهلي: والتر هوج، مروان سرحان، أحمد إسماعيل، مؤمن طارق خيري، وعمرو زهران. والستارتنج لاين أب لنادي الزمالك: أحمد ياسر وأحمد عزب رقم 10، حازم أشرف أو حازم المشد رقم 55، وليد عبد الجواد رقم 77. حكام اللقاء النهارده كابتن ياسر جمال، كابتن محمد المنشاوي، كابتن محمد سعيد، مراقب المباراه هو الكابتن احمد الفلكي. على بركه الله نبدا احداث المباراه. وفي بدايه قبل بدايه المباراه احب اهني وبارك لمنتخب مصر وجهازه الفني بقياده كوتش روي رانا ومساعداه الحاوي وائل بدر وسولي او محمد سليم للتأهل إلى كأس العالم. أيضا أحب أبارك وهني لاتحاد كرة السلة بقيادة الدكتور مجدي أبو فريخ، ألف مبروك لوصول إلى كأس العالم، وإن شاء الله نقدر نظهر بمظهر أكثر من مشرف بإذن الله. مشاورات الحكام وثواني ونبدأ أحداث اللقاء. مشوار الفرقتين هبلغ بيهم حضراتكم حالا. تقابل الفريقان في هذا الموسم ثلاث مرات في اياب وذهاب واياب دوري المرتبط في السيمي فاينال. الاهلي فاز على الزمالك 71-64، وفي العوده فاز الاهلي 66-43. وفي الجوله الخامسه من الدور الترتيبي فاز الاهلي على الزمالك 92-65. السنيور اوجوستي جولبي بوش ومرحله من التركيز العميق قبل بدايه احداث المباراه. اخر الجولات للنادي الاهلي فاز على سموحه بنتيجه 74-54 في ملعب سموحه، اما نادي الزمالك فاز على التامين 91-31. دي اخر الجولات، كانت الجوله ال 11. النهارده باذن الله هي الجوله رقم 12 في المرحله الترتيبيه لدوري السوبر. ثواني ونبدا احداث اللقاء. وتزل عمر عماد، علي السنيور اوجوستي، التعليمات الأخيرة. طبعا إن شاء الله في إطار الاستعدادات للبال 3. الكوتش أوجوستي تعاقد مع مايكل تومسون لاعب الأهلي السابق، وأيضا نوني أوميت لاعب جنوب السودان، وهو كان لاعب في ليون دي بونس البورتريكي. دول ان شاء الله هيتواجدوا في البال 3 اللي هتتلعب من يوم 26/4 الى 6/5 في القاهره باذن الله في صاله الدكتور حسن مصطفى. افكر حضراتكم بمجموعه البال في للنادي الاهلي: كيب تاون من جنوب افريقيا، فيرافيارو دي بيرا من موزمبيق، بترو دي لواندا انجولا، سلاك الغيني، وسيتي اورليس الاوغندي. ان شاء الله افكر حضراتكم تاني ان البطوله هتقام البال 3 في صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
طبعا لعبنا سيف هنداوي لاعب النادي الاهلي، تعاقد مع في درافت الام بي اكاديمي، تعاقد مع بترو اتلتيكو الانجولي. طبعا بنتمنى له كل التوفيق. وايضا النادي الاهلي اختار اللاعب السنغالي عبد الرحمن كمارا من اكاديميه الام بي اي في البالس 3، اللي بيمتلك الجنسيه الفرنسيه بجوار جنسيته الاصليه وهي الجنسيه البرتغاليه، مواليد 2004، طوله 195 سنتي، وبيلعب بوزيشن 1 و2. دي كل الاخبار اللي عندنا على بركه الله. ثواني وسنبدا احداث اللقاء. الجامبول ما بين حازم المشد واحمد اسماعيل، وعلى بركة الله نبدأ أحداث اللقاء. ديربي العاصمة يبدأ، وإعادة أوتسايد على النادي الأهلي، الحيازة إلى نادي الزمالك. أحمد ياسر عبد الوهاب هو اللي يطلع الأوت، يسلم لوليد عبد الجواد واحد من نجوم منتخبنا المتأهل إلى كأس العالم، لأحمد عزب. الأهلي مان تو مان، عزب بالدرايف يروح يوصل لكن لا يسجل، يلم حازم المشد يطلع كيك اوت لعزب، لكن الستيل حاضر هنا عند والتر هوتش. والتر يبدا الهجمه، يعدي والتر بنص الملعب، يسلم لمؤمن خيري، اولى الثلاثيات لمؤمن خيري لكن لا يسجل، على طول يلم علي حجازي. ديفنسيف ريباوند عن طريق علي حجازي، لا زال النادي الاهلي مان تو مان. احمد عزب يتولى رقابته، والتر هوتش، لا زال احمد عزب يمتلك الكره، يسلم لوليد عبد الجواد. وليد لياس احمد ياسر يسلم وجيف اند جو، وراح احمد ياسر لكن بلوك روعه الروعه من احمد اسماعيل، تخبط الكوره وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. ثانيتين فقط تتبقى على نهايه زمن ال 24 او زمن الهجمه. ثانيتين فقط. احمد ياسر على 3 بوينت اوبن شوت لا يسجل، حازم المشد يعمل اوفنسيف ريباوند لكن لا ينجح، وتطلع اوتسايد لصالح النادي. 9 دقائق و10 ثواني او 11 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. والتر هوج يقود الهجمه، يتولى الرقابه مان تو مان احمد عزب لوالتر هوج. والتر خد السكرين مؤمن خيري، يسلم مروان سرحان في البيز لاين، يحاول يعدي بالدرايف، يقلب لاحمد اسماعيل، احمد لوالتر هوج بالسكرين، مؤمن خيري درايف يقلب الناحيه الثانيه لمروان سرحان على 3 بوينت لكن لا يسجل. احمد ياسر عبد الوهاب يروح على طول بالديفنسيف ريباوند ويسلم لاحمد عزب، سكرين لاحمد عزب يسلم احمد ياسر عبد الوهاب، جيفان ديجو مره ثانيه لكن لا ينجح. وليد عبد الجواد يعمل الدرايف لكن احمد اسماعيل قفل له كل الزوايا، لسه وليد درايف، وليد من الميدل راح وصل لكن لا يسجل هنا ال 24 ثانية ولا الفاول أسرع. هنشوف دلوقتي قرار الحكم إيه. أوتسايد لصالح نادي الزمالك. أحمد ياسر أبو هاب بيسلم لحجازي ويروح لكن هنا في إيه؟ في هنا خطأ شخصي وفاول على مروان سرحان. أولى الأخطاء الشخصية على النادي الأهلي عن طريق مروان سرحان. دو شوتس لصالح علي حجازي. علي حجازي على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. اولى النقاط في احداث المباراه وعمر المباراه. فري ثرو ثاني لعلي حجازي ينجح ايضا في التسجيل. يبدا النادي الاهلي هجمه عن طريق والتر هوتش لعمرو زهران. 2-1-2 بريس هاف كورت من نادي الزمالك. والتر هوتش في الاخير يرجع منه على زون 2-3. احمد اسماعيل يطلع لمؤمن خيري، مؤمن على 3 بوينت من اوبن شوت ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات لصالح النادي الاهلي. 3 نقاط عن طريق مؤمن خيري لاعب النادي الاهلي، يعدي النتيجه ويجعل التقدم للمارد الاحمر. وليد عبد الجواد لعلي حجازي ياخذ الهاند اوف مع احمد عزب، احمد يخترق ويطلع كيك اوت لوليد عبد الجواد، وليد على 3 بوينت يرد على طول ب 3 بوينت من اوبن شوت من نفس الزاويه اللي شاط منها. تحذير بعدم لمس الكره بعد الباسكت. والتر هوتش لعمرو زهران. والتر مره ثانيه، لا زال نادي الزمالك زون 2-3 زون ديفنس. مروان سرحان على الاختراق والدرايف وينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي، يجعل النتيجه تعادل الفريقين 5-5. وليد عبد الجواد يسلم لعلي حجازي، علي
لا زال علي، هاند اوف مع وليد عبد الجواد لاحمد ياسر عبد الوهاب، يقف على الثري بوينت شوت لكن لا يسجل، ديفنسيف ريباوند هنا مين؟ تخبط في ايد حازم المشد وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. ثلاث محاولات للنادي الاهلي على الثري بوينت نجح في تسجيل محاوله وحيده، ايضا نادي الزمالك ثلاث محاولات نجح ايضا في تسجيل محاوله وحيده. احمد اسماعيل يعمل فيك باص كده ويحاول يلعب واحد على واحد، يطلع كيك اوت لوالتر هوتش، والتر لسه والتر على الثري بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، احمد اسماعيل يلم لكن توصل على طول في الاخير لمؤمن خيري. درايف من والتر هوتش راح طلع كيك اوت لعمرو زهران لمؤمن خيري للثانيه لكن لا يسجل. ينجح على طول احمد عزب في الديفنسيف ريباوند ويسلم لوليد عبد الجواد، يبدا الهجمه وليد، ما زال النادي الاهلي مان تو مان في دفاعاته. احمد ياسر عبد الوهاب يتولى رقابته مؤمن خيري، يقلب الملعب لحازم المشد، حازم مستني هنا في فاول على والتر هوتش، خطا شخصي وفاول على والتر هوتش، تاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي واولى الاخطاء الشخصيه على والتر هوتش، كده خطاين يمتلكهم مروان سرحان ووالتر هوتش. اوتسايد للنادي الزمالك، وليد يطلع العزب، عزب ياخد سكرين من علي حجازي، هنا اوفنسيف فاول على احمد عزب، خطا مهاجم على احمد عزب لاعب نادي الزمالك. في تغيير في قادم لنادي الزمالك، احمد عزب يخرج، عمر هشام ينزل، ووالتر هوج يقود الهجمه لصالح النادي الاهلي. يسلم مروان سرحان اللي استعاد كثيرا من مستواه هذا الموسم. مروان سرحان يقف على الثري بوينت اوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول احمد عبد الوهاب، احمد ياسر لكن للسير روعه الروعه من عمرو زهران اللي بينجح في تسجيل دنك ولا اروع من طريق الفاست بريك، يعد النتيجه الى 7-5 لصالح النادي الاهلي. ادي الستيل وادي الاعاده وادي الدنك وادي التقدم لصالح النادي الاهلي. في ايقاف في الملعب. اوتسايد لصالح نادي الزمالك. اعتقد ان هنا في خطا او توقف في الملعب، في شيء. هل هو شيء خاص بالساعه ولا ده اللي هنشوفه دلوقتي؟ 5:48 وادي حوار كده ما بين كابتن ياسر جمال ومهاب ومروان سرحان. اعتقد ان في حاجه خاصه بالساعه. عمرو الجندي احد ابرز نجوم القاره الافريقيه في كره السله طبقا لوكاله اوبتا العالميه، تقرير نشره الاتحاد الدولي لكره السله ان عمرو الجندي سجل 42 بونت وهو اعلى معدل تم تسجيله في تصفيات كاس امم افريقيا. لكن خلينا مع المباراة. علي حجازي ياخد الهاند اوف على طول مع وليد عبد الجواد اللي يروح عكس السكرين ويحاول يعمل الدرايف، يسلم لاحمد ياسر اللي بيشوط على الثري بوينت لكن لا يسجل، على طول علي حجازي اوفنسيف ريباوند وهنا جامبول والحيازة لصالح النادي الاهلي. عمرو الجندي سجل في مباراة جنوب السودان 42 نقطة تم تسجيله، هو الأعلى في التصفيات على مدار التاريخ من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة. تهنينا لعمرو جندي ابننا المتألق وإن شاء الله يبرز تألقه في كأس العالم القادمة بإذن الله. سيف سمير الكابيتانو. والتر هوتش نعود للمباراة، زون ديفنس 2-3 وانتصاف أحداث الكوارتر الأول. هاند أوف مع مروان سرحان، مؤمن خيري لعمرو زهران في البيز لاين على الثري بوينت وينجح في تسجيل ثلاث نقاط جديدة لصالح النادي الأهلي. عمرو زهران ثلاث نقاط يجعل التقدم 10-5 لصالح النادي الاهلي. وليد عبد الجواد يسلم لعلي حجازي، هاند اوف مع احمد ياسر، ياخذ السكرين ويقلب الملعب لعمر هشام، عمر يعمل الدرايف ويسلم بيك اند رول ويروح لكن لا يسجل. حازم المشد
تخبط في ايد مروان سرحان وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. خالد عبد الناصر القادم والوافد من نادي طنطا الى نادي الزمالك. في اقرب توقف هقول لكم مين المصابين او الغائبين النهارده عن الفريقين. 4 دقائق و51 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. علي حجازي مع مروان سرحاني حاول يلعب واحد على واحد، يروح بشمال وينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الزمالك. يبدا النادي الاهلي الهجمه عن طريق والتر هوج. والتر يلعب الملعب مؤمن خيري. والتر مره ثانيه بساط سريعه لخلخله الزون ديفنس مروان سرحان. مؤمن خيري بساط سريعه ما زالت لاحمد اسماعيل تنتهي في المستقر. يقلب الملعب الناحيه الثانيه لعمرو زهران على الاوبن شوت لكن لا يسجل. يلم مروان سرحان لكن توصل على طول في ايد خالد عبد الناصر اللي يبدا الهجمه عن طريق عمر عمر هشام. وليد عبد الجواد يعمل الدرايف يروح لكن هنا اسماعيل بالبلوك وتوصل على طول والتر هوج. يبدا الهجمه 3 على 2 بالفصل بريك. درايف سريع من مؤمن خيري لسه الكوره لا يحصل على فاول. عمر هشام على الاوفنسيف ريباوند او الديفنسيف ريباوند يقلب الملعب على طول لاحمد ياسر يهوش ويروح ويشوط 3 بوينت لكن لا يسجل. اسماعيل في الوقت الحاضر ينجح في الريباوند ويسلم لوالتر هوج. يبدا الهجمه مره ثانيه والتر لمؤمن خيري. والتر مره ثانيه لاحمد اسماعيل. احمد يرتكز ويلف ويطلع الكيك اوت لمؤمن خيري. اون فاير توداي مؤمن خيري ثاني الثلاثيات ينجح في تسجيلها عن طريق مؤمن خيري. جهز لها حضر ايده مركز فيها ينجح في تسجيلها. هجمه رايحه لنادي الزمالك. وادي كروس اوفر روعه من مؤمن خيري يلف الكوره ويسلم لمؤمن لعمرو زهران لكن في فاول هنا يرتكبه بدون قصد طبعا. اعتقد خالد عبد الناصر هو اللي ارتكب الخطا. الكابتن سيف سمير على التغيير بدلا من مروان سرحان واحمد. وليد عبد الجواد يخرج وينزل مكانه. هقول لحضراتكم ان نزل مكانه احمد عزب وادهم عصام. تغييرين في صفوف الزمالك وتغيير في صفوف الاهلي. لا زالت الكره اهلاويه. مؤمن خيري على 3 بوينت للمرة الثالثة لكن لا يسجل. دفاع قوي من نادي الزمالك تنتهي عند عمر هشام. عمر هشام على طول بيلم لكن الستيل هنا حاضر على طول من عمرو زهران. والتر هوج يروح والتر لكن لا ينجح في الاند 1 وهنا فاول اعتقد هنا على حازم المشاد رقم 55. اولى الاخطاء الشخصية على حازم المشاد وثالث الاخطاء الشخصية على توتال على نادي الزمان. يخرج مؤمن خيري وينزل كريم حاتم في تغيير من السنيور اوغوستي جول بيبوش. فري ثرو اول ناجح عن طريق والتر هوج. 10 محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت نجح في تسجيل 3 مقابل 4 محاولات لنادي الزمالك على 3 بوينت نجح في تسجيل 1. والتر هوج وفري ثرو تاني ناجح لصالح النادي الاهلي على النتيجه 14-15-7 لصالح النادي الاهلي. ادهم عصام اللي لسه نازل لعلي حجازي هاند اوف مع عمر هشام يعمل الدرايف يطلع ليه علي حجازي على الميديم شوت. هنا على طول حازم المشد يقلب الملعب على طول لادهم عصام من البيز لاين في الدرايف يروح لكن لا ينجح في التسجيل. احمد اسماعيل ديفنسيف ريباوند روعه يطلع لوالتر هوج يجري بالفص بريك. والتر لكن وصل للست بلاي ياخد السكرين من احمد اسماعيل في الزون ديفنس 2-3. باصه روعه الروعه لكن بلوك اجمل من حازم المشد. باصه جايه من عمرو زهران لسيف سمير لكن حازم المشد كان في البلوك. احمد عزب في الفري في 3 بوينت فاضي خالص لوحده ينجح في تسجيل 3 نقاط لصالح نادي الزمالك. عدم التركيز للحظات نتج عنه 5 نقاط. هتقول لي ازاي 5 نقاط؟ اقول لك
نقطتين اللي ضاعوا من سيف سمير اتردوا على طول بثلاث نقاط عن طريق احمد حسن. لكن نرجع للملعب مره ثانيه، والتر هوج يسلم لاحمد اسماعيل، قطع له السيف لكن يعمل الكيك اوت لكريم حاتم، كريم في الدرايف يطلع كيك اوت مره ثانيه لعمرو زهران على 3 بوينت لكن لا يسجل، تخبط الكره في ايد علي حجازي وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. تغييرين في قادم المواعيد للنادي الاهلي، عمرو الجندي ومروان سرحان بدل من عمرو زهران واحمد اسماعيل، وتغيير ايضا في صفوف نادي الزمالك، يخرج فهمي حسين رقم 23 وينزل مكانه هنشوف مين، علي حجازي رقم 20. اخر ثلاث ثواني في زمن الهجمه، والتر هوج على 3 بوينت يخلص لكن لا يخلص، مروان سرحان يجدد الهجمه ثاني، زمن الهجمه 14 ثانيه، كريم حاتم يسلم لعمرو الجندي في اولى لمسات، عمرو ياخد سكرين يروح عكس السكرين يطلع باصة حلوة لمروان سرحان لكن تخبط في ايده كده وبتروح على طول لأحمد عزب، أحمد عزب يبدأ الهجمة في البيز لاين فاضي لوحده خالص، أدهم عصام يشوط لكن لا ينجح في التسجيل وتطلع أوت سايد لصالح نادي الأهلي. 15-10 آخر دقيقة و12 ثانية من زمن وعمر أحداث الكوارتر الأول. توجيهات كوتش احمد مرعي، كريم حاتم هو اللي يقود الملعب مان تو مان نادي الزمالك، او عفوا رجع تاني زون ديفنس 2-3، كريم حاتم هاند اوف مع عمرو الجندي، سكرين لعمرو الجندي، كريم حاتم عايز يسلم لكن يعمل درايف ويسلم لسيف سمير، سيف يطلع لوالتر هوج بشماله روعه الروعه ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي، 17-10 يعلي الفارق لصالح النادي الاهلي. والتر هوج، عمر هشام درايف يقف على الميديم شوت يشوط ينجح في التسجيل، نقطتين كمان لصالح نادي الزمالك، ده الفارق الى خمس نقاط كما كان. والتر هوج درايف، والتر راح، والتر بشمال، والتر سجل، والتر هوج يعلق الفارق، يعلي الفارق مره ثانيه الى السبع نقاط. ثواني ولحظات اخيره في عمر الكوارتر الاول، ادهم عصام رقم 7 من نادي الزمالك، ادهم يسلم لاحمد ياسر، احمد الهاند اوف مع عمر هشام في الثواني واللحظات الاخيره زي ما قلت لحضراتكم، عمر هشام درايف عمر راح عمر لكن في فاول هنا بيرتكب، هقول لكم ضد مين حالا، خلي الكاميرا مع الحكم، مع والتر هوج، والتر هوج يرتكب فاول وخطا شخصي وده الخطا الشخصي الثاني على والتر هوج، والتو شوتس لصالح عمر هشام واحد من نجوم نادي الزمالك ونجوم منتخبنا القوي. طبعا النادي الاهلي كان بيمثله سيف سمير وعمرو الجندي، واقول لحضراتكم مين تاني، لكن خلينا مع الفري ثرو الاول، لا يسجل، عمر طارق، وهاب امين، عمرو الجندي، سيف سمير، رباعي النادي الاهلي اللي تولى مسؤوليه على عاتقه ونجح بالوصول إلى كأس العالم الفلبين واليابان، كل التوفيق لمنتخبنا القومي بإذن الله في هذه المهمة. طبعا غيابات النهاردة في النادي الأهلي، إيهاب أمين، محمد أبو النصر، عمر طارق، أحمد مهيب، وعبد الله ناصر. أما غيابات نادي الزمالك، مصطفى كيجو اللي تعاقد مؤخرا مع نادي الشمال القطري، مهاب ياسر لازال في الإصابة سلامات، عبد الرحمن سعد بيتم علاجه في قطر، والمحترف جو مايو. وفري ثرو تاني غير ناجح، عمرو الجندي ديفنسيف ريباوند على طول، والتر هوج، والتر لكن بتقطع منه وبتاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 19-12. استراحه قصيره ما بين احداث الكوارتر الاول والثاني، نعود اليكم فيها بعد في بدايه احداث الكوارتر الثاني. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين وبدايه احداث الكوارتر الثاني في ديربي العاصمه الاهلي والزمالك من صاله امير العبد الله الفيصل. احصائيات سريعه لاحداث الكوارتر الاول، 12 محاوله للنادي الاهلي على 3 بوينت نجح في تسجيل 4 محاولات، اما نادي الزمالك 5 محاولات نجح في تسجيل 2، النادي الاهلي على الفري ثرو 2 من 2، اما نادي الزمالك على الفري ثرو 4 من 2. انتهى الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 7 نقاط 19-12. اما الفاولات فوالتر هوج ارتكب فاولين، مروان سرحان ارتكب فاول في احداث الكوارتر الاول من النادي الاهلي، اما نادي الزمالك احمد عزب ارتكب خطا، وحازم اشرف او حازم المشد ارتكب ايضا خطا،
وفهمي حسين ارتكب خطأين، ثلاث اخطاء هنا وثلاث اخطاء هنا، والستارت لاين اب للنادي الاهلي زي ما احنا شايفين عمر عزب في اول ظهور ليه في احداث الكوارتر الثاني واحداث المباراه، عمرو الجندي، سيف سمير، مروان سرحان، وكريم حاتم. نتيجة زي ما حضراتكم شايفين. اما نادي الزمالك الحازه التبادليه ليه عمر هشام، وليد عبد الجواد، احمد ياسر، حازم المشاد، وادهم عصام. بدات احداث الكوارتر الثاني عن طريق النادي الزمالك. وليد عبد الجواد يسلم لاحمد عزب، احمد عزب لا زال محتفظ بالكوره، من تمان النادي الاهلي يعمل الدرايف يروح يوصل، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على كريم حاتم. كريم حاتم وقوله الاخطاء الشخصيه على كريم، وقوله الاخطاء الشخصيه ايضا على النادي الاهلي في عمر الكوارتر الثاني. تو شوتس لصالح احمد عزب. تعليمات من كوتش احمد الجرحي لكريم حاتم. احمد عزب على الفري ثرو الاول لا يسجل. فري ثرو ثاني لاحمد عزب ينجح في التسجيل، ده الفارق الى ست نقاط. يضغط نادي الزمالك 1-2 1-1. كريم حاتم يعدي بالملعب، يقلب لعمرو الجندي، عمرو الجندي لعمر عزب، يهدى بالملعب عن طريق كريم حاتم، يرجع زون ديفنس 2-3 نادي الزمالك. مروان سرحان ليه سيف سمير الكابيتانو قطع له، لكن يطلع كيك اوت لكريم حاتم، كريم على الثري بوينت لكن لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند على طول من عمر هشام. عمر لاحمد عزب يقف على الميديم شوت، شوت نجح في تسجيل تو بوينت جديده لصالح نادي الزمالك. بدايه حماسيه من قبل نادي الزمالك، مقابلها هدوء نوعا ما من النادي الاهلي. كريم حاتم رجع نادي الزمالك مان تو مان، بيك اند رول روعه، لكن ده عند عمرو الجندي، عمرو يسلم اسيست روعه الروعه علي سيف سمير ينجح في تسجيل نقطتين كمان وتو بوينت جديده لصالح نادي الاهلي يفتتح بيهم بدايه احداث الكوارتر الثاني. احمد ياسر عبد الوهاب، ما زال نادي الاهلي زون مان تو مان على نادي الزمالك، سكرين عدى عمر هشام طلعه باصه، لكن الستيل حاضر عن طريق مروان سرحان، وهنا في فاول على عمر هشام. اولى الاخطاء الشخصيه على عمر هشام، واولى الاخطاء الشخصيه ايضا على نادي الزمالك. 8 دقائق 45 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ضغط نادي الزمالك من اول ملعب، سلم على طول مروان سرحان لعمرو الجندي، عمرو يهدى كده بكل هدوء وعدم تسرع، عمرو الجندي يقود الملعب، ياخد سكرين الاول من سيف سمير، سيف في البيك اند رول، لكن عندها عمر عزب، عمر على الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل، احمد ياسر حاضر في الدفاعات وحاضر في الريباوند، على طول يسلم لوليد عبد الجواد، وليد ياخد سكرين، وليد يلعب تو مانز كده مع احمد ياسر، لكن قرر ان هو يخترق ويوصل في الاخر، لكن هنا في ايه؟ في فاول على سيف سمير. سيف سمير اول خطا على سيف سمير، اولى الاخطاء الشخصيه على سيف سمير، وثاني الاخطاء الشخصيه التوتال في عمر واحداث الكوارتر الثاني على النادي الاهلي. وليد عبد الجواد على الفري ثرو الاول، لا يسجل. وليد وفري ثرو ثاني، 21-15 لصالح النادي الاهلي، لا يسجل ايضا. تخبط الكره في ايدي احمد ياسر وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. ما زال بريس حاضر من نادي الزمالك. استلم عمر عزب، يهدى وعدي بالملعب، عدى فعلا قبل 8 ثواني. عمر عزب ما زال محتفظ بالكره، يسلم لمروان سرحان، مروان الهاند اوف مع عمر عزب، ياخد سكرين، راح له سيف سمير بالسكرين، بيك اند رول لكن تطقطها في السكه على طول، والستيت من احمد ياسر راح بالفاست بريك وراح وصل لكن لا يسجل، تراي مره ثانيه من حازم المشد لكن لا ينجح في التسجيل. عمر عزب حاضر على طول في الديفنسيف ريباوند، يلم ويبدا الهجمه من اول وجديد. عمر عزب
ده عمرو الجندي، عمرو سكرين من سيف سمير، لسه عمرو، عمرو والثري بوينت بتاعت عمرو، عمرو 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 الجندي ينجح في تسجيل تلات نقاط واولى تلات نقاط ليه هو شخصيا في احداث المباراه. تلات نقاط جديده يضيفهم النادي الاهلي في السكور، سكورو احمد عزب يتولى رقابته اخوه عمر عزب، يسلم لحازم المشاد لوليد عبد الجواد اللي قرر يعمل الدرايف، راح وصل لكن لا يسجل، يعمل التراي مره ثانيه لكن سيف سمير حاضر، تخبط الكوره وتروح وترد لاحمد ياسر عبد الوهاب، يقطع عمرو الجندي ما قطعش عمرو الجندي، توصل عمر هشام اللي بيوصل وعايز يحط دنك لكن هنا في فاول على سيف سمير. إعادة الثري بوينت الأخيرة لعمرو الجندي والفاول على سيف سمير. كريم حاتم يخرج وينزل عمرو زهران، وأيضا شايف خروج ليه مروان سرحان ونزول أحمد إسماعيل، وأيضا خرج سيف سمير لأنه مرتكب خطأين شخصيين. عمر هشام على الفري ثرو الأول 24-15، 7 دقائق 9 ثواني على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني. عمر هشام فري ثرو أول ناجح، نزل مؤمن خيري سنتر وحيد مع استغلال عمرو الجندي في بوزيشن فور، ده الاستراتيجي بتاعه الكوتش اوجستي. فري ثرو تاني، فري ثرو تاني ناجح من قبل عمر هشام، ضغط نادي الزمالك، عمرو زهران يسلم لعمر عزب، عمر يبدا الهجمه تاني مره تانيه عن طريق عمرو الجندي، ياخد سكرين من احمد اسماعيل الجندي للثري بوينت الثانيه لكن لا يسجل، يزق عمرو زهران بذكاء جدا وتوصل لاحمد اسماعيل. مؤمن خيري لعمر عزب، باصات سريعه واختراقات والدرايف رايح لعمرو زهران، اطلع يا راجل اطلع يا راجل، بتطلع كيك اوت ليه؟ احمد اسماعيل في موقف يعني شايفه مش ما ادركوش صح، يعني هو تحت الباسكت وفاضي وراح مطلع الكره كيك اوت، لكن خلينا مع المباراه. فهمي حسين اللي بيطلع بيحاول يرتكز ويلف ويطلع كيك اوت لكن الستيل حاضر من عمرو زهران، يروح فص بريك واحد على واحد يوصل لكن لا ينجح في التسجيل، وياتي معها بفاول وخطا شخصي على عمر هشام رقم 4. سلامات لعمر عمرو زهران، نشوفها تاني في الاعاده، البيهايند باك الستبس الواسعه عمر هشام لكن في فاول وكان حاضر وراه على طول عمرو الجندي للفولو. سلامات لعمرو زهران الان بالسلامه. وليد عبد الجواد يخرج من نادي الزمالك، نزل مكانه علي حجازي رقم 20. عمرو زهران فري ثرو اول ناجح عمرو زهران. ست دقائق 16 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، وفري ثرو تاني ناجح ايضا لعمرو زهران. ست محاولات لنادي الزمالك على الفري ثرو، نجح في تسجيل ثلاثه، محاولتين للنادي الاهلي نجح في تسجيلهم. عمر هشام لسه مرتكب خطا، يسلم لاحمد عزب مان تو مان النادي الاهلي، احمد عزب لكن هنا تخبط في رجل او قدم احمد اسماعيل وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك. تغيير قادم في نادي الزمالك، وليد عبد الجواد، شوف مكان مين؟ مكان احمد عزب. شكرا للاعاده مخرجنا. علي حجازي حاول يلعب واحد على واحد، احمد اسماعيل يلف ويروح لكن لا ينجح في التسجيل، يعمل السكند شوت مره ثانيه لكن هنا في فاول على احمد اسماعيل رقم 21، خطا شخصي وفاول على احمد اسماعيل، ارتكاب النادي الاهلي لاربع اخطاء شخصيه توتال، والخطا الشخصي الاول على احمد اسماعيل، كده اي فاول على النادي الاهلي بتو شوتس على طول. لكن نادي الزمالك مرتكب خطاين شخصيين حتى هذه اللحظه. علي حجازي فري ثرو اول ناجح. علي حجازي وفري ثرو تاني غير ناجح، ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند
احمد اسماعيل يبدا الهجمه عن طريق عمرو زهران. من زون ديفنس لسه نادي الزمالك. احمد اسماعيل يستلم، حاول لكن الاستيل من علي حجازي توصل لوليد عبد الجواد اللي يبدا الهجمه والفاست بريك لاحمد ياسر عبد الوهاب، لكن لا ينجح في التسجيل وياتي مع خطا وفاول على عمرو زهران. وتو شوتس لصالح نادي الزمالك. 26-18 انتصاف احداث وعمر الكوارتر الثاني. 5:36 نشوفها مره ثانيه. البادي كونتاكت هو الفاول، لكن ليس امام عمرو زهران اي سبيل لايقاف الهجمه سوى الفاول. نجح في تسجيل الفري ثرو. 26-21 عمرو الجندي والهاند اوف مع عمر عزب. عمر عزب بيعمل الدرايف يطلع كيك اوت على طول لاحمد اسماعيل. احمد اسماعيل يهوش يدور على الجندي، سلم لمؤمن خيري. مؤمن بالدرايف من البيز لاين يطلع كيك اوت، تخبط في ايد علي حجازي وتطلع اوتسايد. 4 ثواني و2 من الثانية على انتهاء زمن الهجمه. كوتش اوجستي على طول يطلب تايم اوت لصالحه عشان نشوف هيعمل ايه في اللعبه دي بعد ان اقترب الفارق 5 نقاط لصالح النادي الاهلي. الجولة الثانية 10 تخبط في ايد علي حجازي. شكرا لإعادة مخرجنا، شكرا على الإعداد. تعال نسمع تعليمات الكوتش اوجستي او السنيور اوجستي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجستي او السنيور اوجستي. 9 محاولات النادي الزمالك على الفري ثرو، نجح في تسجيل 5، اما النادي الاهلي محاولتين نجح في تسجيلهم بنسبه نجاح 100%. النادي الاهلي في هذا الكوارتر ارتكب 5 اخطاء شخصيه في مقابل نادي الزمالك ارتكب خطأين شخصيين. سيف سمير خطأين شخصيين، والتر هودج خطأين، احمد اسماعيل وكريم حاتم وعمرو زهران خطأ وحيد. 4 ثواني على زمن انتهاء الهجمة و15 ثانية على انتهاء عمر الكوارتر الثاني. يا ترى النادي الاهلي ورجوع والتر هودج بدلا من عمر عزب، والباقي كما هو. ونزول ايضا اقول لكم في تغيير حصل في صفوف نادي الزمالك. عصام فاروق نزل رقم 3 واتقطعت الكرة عن طريق وليد عبد الجواد، لكن لازالت الكرة في حيازة النادي الاهلي وما زال التايم كما هو. عمرو الجندي يطلع لهوج لكن في الستيل على طول عن طريق فهمي حسن، يسلم لعصام فاروق. عصام يبدا الهجمه لكن يهدى بالملعب، بيلعب الست بلاي مره ثانيه 5 on 5. فهمي حسن رقم 8 او عفوا خالد عبد الناصر رقم 28 واوت سايد لصالح نادي الزمالك. خالد عبد الناصر رقم 28 اوت سايد للزمالك. عصام فاروق هيطلع الاوت، يسلم لاحمد عزب اللي عايز يعمل 3 بوينت كده لكن لحقه على طول عمرو زهران. عصام فاروق ترجع مره ثانيه ياخد سكرين من علي حجازي. عصام بيشوط على 3 بوينت لكن لا يسجل. احمد اسماعيل حاضر لكن تخبط في علي حجازي ويلحقها وتوصل لعمرو زهران. عمرو زهران يزقها كده لوالتر هوج يموت عليها او يقع عليها كده ويعمل الدايفنج والتر هوج ويسلمها مره ثانيه لوالتر. والتر يبدا الهجمه ياخد سكرين من احمد اسماعيل. والتر عنده الحلول الفرديه جاهزه، وصل والتر نجح والتر سجل والتر، لكن هنا في ايه؟ في فاول هنا هنشوف ارتكبه مين. علي حجازي يرتكب هذا الفاول والان اند اوت روعه الروعه. والتر هنا هل هنا يتحسب بقى ان سبورتسمان لايك فاول ولا فاول عادي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، لكن اعتقد انه تم احتسابه فاول عادي. علي حجازي
وخطأ شخصي، والأند وان لصالح والتر هوج. خرج عصام فاروق وعلي حجازي من نادي الزمالك، ونزل مكانهم وليد عبد عمر هشام وحازم المشهد. الأند وان لصالح والتر هوج، ينجح في تسجيلها والتر هوج. وسع الفرق إلى 7 نقاط، عفوا 7 نقاط، 28-21. أحمد عزب يسلم لعمر هشام. عمر هنا في ايه؟ في فاول، في اوفنسيف فاول، هنشوف على مين. فاضل على حازم المشد رقم 5، على خالد عبد الناصر. خالد عبد الناصر رقم 28. خالد عبد الناصر رقم 28. بداية من الفاول القادم اي فريق هيشوط. هجمة اهلاوية. والتر هوج لمروان سرحان لسه نازل، يسلم لاحمد اسماعيل. والتر هوج في السكرين مع احمد اسماعيل، يعمل الدرايف يقف ويسلم لاحمد اسماعيل، لكن تتقطع منه وترد لمروان سرحان تاني مره تانيه، يحسم الجدل والصراع ويبدا الهجمه من اول وجديد. اخر 5 ثواني في عمر الهجمه، عمرو زغنر يروح يوصل، لكن هنا في ايه؟ في فاول وخطا شخصي على حازم المشد رقم 55. تو شوتس على طول، عفوا على مش على حازم المشد، على علي حجازي. على علي حجازي، على علي حجازي طبقا لاشاره الحكم. علي حجازي والتو شوتس لعمر الزهران. 29-21 لصالح النادي الاهلي، 3 دقايق 55 ثانيه في احداث عمر الكوارتر الثاني. ثرو ثرو اول ناجح لعمر زهران. ثري ثرو ثاني غير ناجح لعمر زهران، يلم على طول نادي الزمالك عن طريق وليد عبد الجواد. يبدا الهجمه وليد، مان تو مان نزل نادي، عفوا زون الديفنس 2-3 النادي الاهلي، دفاع منطقه. احمد عزب يسلم لوليد عبد الجواد. وليد في البيز لاين لعمر هشام. عمر يعمل الدرايف يوصل يسلم لحازم، ينجح في تسجيل علي حجازي عفوا نقطتين، ويضيع الفارق الى 7 نقاط لصالح النادي الاهلي. يبدا مؤمن خيري هو اللي هيمسك الملعب دلوقتي، مركز البوينت جارد مع والتر هوج. يعدي بالان اند اوت، ياخد سكرين من احمد اسماعيل، سكرين تاني لوالتر هوج. والتر يعمل الدرايف، والتر يوصل والتر، لكن في بلوك على طول من علي حجازي. على طول تبدا الهجمه عن طريق عمر هشام اللي بيروح يوصل، لا يسجل على طول. جامبول والحيازه اهلاويه، جامبول والحيازه التبادليه اهلاويه. ناليه اهلاويه، اهلاويه. اسلام سالم في الكادر لم يشارك حتى هذه اللحظات. اوتسايد لصالح النادي الاهلي، اخر 3 دقائق في عمره احداث الكوارتر الثالث. يبدا مؤمن خيري يعدي الملعب. مؤمن ياخذ سكرين من احمد اسماعيل، سكرين واحد واثنين لوالتر هوج، ينجح والتر في الاستحواذ على الكره. ياخذ سكرين من احمد اسماعيل على 3 بوينت والتر، والتر لكن لا يسجل. على طول الريباوند حاضر عند نادي الزمالك عن طريق وليد عبد الجواد. وليد يسلم لاحمد عزب، زون ديفنس لسه النادي الاهلي. احمد عزب استغل الفرصه ونجح في تسجيل 3 نقاط للنادي الزمالك. ده الفارق الى 4 نقاط لصالح النادي الاهلي، 30-26 في اخر 2.5 دقايق من عمر احداث الكوارتر الثاني. عمرو زهران مان تو مان نادي الزمالك. لاحمد اسماعيل عايز يلف ويلعب مع حازم المشد، يطلع كيك اوت لمروان سرحان، لك الباصه قويه وبتطلع اوت سايد وترن اوفر على النادي الاهلي. تايم اوت يطلبه كوتش اوجوستي. هنا بعض العادات لوالتر هوج، الكره الاخيره هو بيعترض بيقول انها فاول. وادي الثلاثيات مؤمن خيري. النادي الاهلي في الكوارتر الثاني 5 محاولات على 3 بوينت، نجح في تسجيل محاوله. دي احداث الكوارتر الاول. ونادي الزمالك محاوله وحيده على 3 بوينت، دي ايضا احداث الكوارتر الاول. لكن الكوارتر الثاني 5 محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت، نجح في تسجيل محاوله وحيده، ونادي الزمالك محاوله وحيده على 3 بوينت، نجح ايضا في تسجيلها. زي ما احنا شايفين عمر طارق وايهاب امين وعبد الله ناصر برغم الاصابه متواجدين في الملعب يعزرون فريقه.
شاء الله المباراة القادمة النادي الأهلي مع الجزيرة على نفس الصالة، ثم في الختام الدور الثاني من المرحلة الترتيبية على صالة الاتحاد مع الاتحاد السكندري. الأهلي إن شاء الله بفوزه اليوم يبقى العلامة الكاملة بإذن الله. السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة في الحضور، والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، والتر هودج يتحدث إلى الكابتن منشاوي على اللعبة الأخيرة، والتر هودج، عمرو زهران، أحمد إسماعيل، مروان سرحان، ومؤمن خيري، ده الخماسي الأهلاوي. 30-26 دقيقتين 13 ثانية في انتهاء على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني. عمر هشام، أحمد عزب، حازم المشد، وليد عبد الجواد، وعلي حجازي، ده خماسي نادي الزمالك. أوتسايد زملكاوي بعد تيرن أوفر كده من أحمد إسماعيل، يبدأ الهجمة الزمالك عن طريق عمر هشام. رابع المقابلات اليوم النهاردة في هذا الموسم ما بين الكوتش أوجوسي والكوتش أحمد مرعي، الأهلي والزمالك. أحمد عزب ياخد سكرين، عايز يشوط، الضغط عليه، توصل الناحية الثانية على طول وليد عبد الجواد في الثواني واللحظات الأخيرة، شوط لكن لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند حاضر عند مؤمن خيري، فص بريك سريع للنادي الأهلي عن طريق مروان سرحان، ينجح في تسجيل نقطتين، يوسع الفارق إلى 6 نقاط لصالح نادي الأهلي. وليد عبد الجواد يبدأ الهجمة، من تمن لازال نادي الأهلي. دفاعات قوية من النادي الأهلي، يسلم لعمر هشام، عمر ياخد السكرين من حازم المشد، يطلع له كيك اوت، حازم على الثري بوينت شوت، نجح في تسجيل 3 نقاط. ده الفارق هنا في تحذير، هنا الكيك اوت، هنا الثري بوينت، وتضييق الفارق الى 3 نقاط بعد ما كان 6 نقاط. هنا تحذير لعلي حجازي اللي زق الكورة، رجوع كريم حاتم مرة تانية إلى الملعب. وعمر الجندي أيضا عاد إلى الملعب بدل من مؤمن خيري و والتر هودج. ضغط نادي الزمالك، يسلم لكريم حاتم، كريم يحاول يعدي قبل ال8 ثواني، الكروس اوفر تخبط في رجل اللاعب رقم 3 عصام فاروق، بتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. لازم يطلع كرة قبل ال8 ثواني، فعلا طلعها على طول، يسلم ليه عمرو زهران، عمرو للجندي، الجندي يوسع الملعب، ياخد السكرين من احمد اسماعيل، يعمل الكلير الجندي لكريم حاتم، درايف من البيز لاين، يوصل راح، لكن هنا يعني دكه النادي الاهلي بتقول فاول، لكن خلاص الحكم شايف انها مش فاول، تروح على طول لعمر هشام في نادي الزمالك. عمر يسلم لاحمد، لو وليد عبد الجواد، وليد ياخد السكرين من حازم المشد، لسه كره مع وليد، يطلع كيك اوت لعصام فاروق اللي بيشوط على اوبن شوت لكن لا يسجل، على طول توصل لاحمد اسماعيل، يسلم لعمرو الجندي، عمرو الجندي يبدا الهجمه، ياخد السكرين من احمد اسماعيل، يطلع لكريم حاتم، عمرو الجندي مره ثانيه ياخد السكرين، درايف عمرو الجندي، يطلع كيك اوت كريم حاتم على اوبن شوت لكن قرر انه يعمل الدرايف، وراح وصل نجح، لسه ما نجحش، درايف مره ثانيه وتراي مره ثانيه، لكن كريم حاتم ياخد الكوره وهو جاي من اوت، واخر 17 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، وتايم اوت على طول يطلبه الكوتش احمد مرعي. 32-29 لصالح نادي الاهلي. وادي هنا مروان سرحان راح، وادي واحده من اللقطات للنادي الاهلي. تعليمات للكوتش اوجوستي في اخر 17 ثانيه من عمره احداث الكوارتر الثاني. تسعة وعشرين 32 17 ثانية وستة أجزاء من الثانية. أي خطأ أو أي فاول على أي فريق بتشوتس على طول. فكر حضراتكم إن الفرقتين ارتكبوا أكثر من 4 أخطاء شخصية، وانتهى الكوارتر الأول بتقدم الأهلي 19-12.
خلاص صافرة تنتهي احداث التايم اوت. مروان سرحان، كريم حاتم، احمد اسماعيل، عمرو الجندي و عمرو زهران خماسي النادي الاهلي. اخر 17 ثانية وست اجزاء من الثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. اما خماسي نادي الزمالك، احمد ياسر يعود مرة ثانية، وليد عبد الجواد، احمد عزب، حازم المشد. هنشوف الخامس مين، تركيز على وجه السنيور اوجستي. احمد ياسر رقم 10، وليد عبد الجواد يستلم. اخر 15 ثانيه في عمره احداث الكوارتر الثاني. وليد ضغط النادي الاهلي، يسلم لعمر هشام الخامس. عمر اخر الثواني، عمر هشام لاحمد ياسر، طبعا على 3 بوينت اوبن شوت من عمر هشام، شوت نجح في تسجيل 3 نقاط يوسع يضيق بيهم الفارق ويجعل النتيجه تعادل للفرقتين. عدنا الى نقطة الصفر مرة تانية، انتهت احداث الكوارتر الثاني بتعادل الفرقتين 32-32. اعزائي المشاهدين، استراحة قصيرة نذهب اليها سريعا الى الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيوفه في الاستوديو التحليلي، الزميل العزيز هيثم السعيد، اليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوف الكرام. اعزائي المشاهدين، رجعنا مرة تانية لاحداث الكوارتر الثالث ودرب العاصمة. معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم، ونعود الى الجوله رقم 12 في دوري السوبر وليالي السوبر الممتاز لكره السله لموسم 22-23. تشكيل النادي الاهلي سريعا: عمرو زهران، مؤمن خيري، عمر عزب، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير، كريم حاتم، والتر روج، احمد اسماعيل، علي وحيد، محمد خيري، وعمر عماد، جودزيلا. اما نادي الزمالك او عفوا القاده الفنيه للكوتش السنيور اوجستي جول بيبوش، اما نادي الزمالك احمد عزب، عصام فاروق، ادم عصام، عمر هشام، اسلام سالم، وليد عبد الجواد، احمد ياسر، زياد ايمن، علي حجازي، فهمي حسن، خالد عبد الناصر، حازم اشرف. القاده الفنيه للكوتش احمد مرعي. الستارت لاين اب للنادي الاهلي بادئ فيه كده الكوتش اوجستي بوالتر هوج. سريعا كده نقول لحضراتكم الستارت لاين اب: عمرو الجندي، والتر هوج، عمرو زهران، الكابتن وسيف سمير، واحمد اسماعيل. سيف سمير مرتكب خطأين شخصيين، واحمد اسماعيل خطا وحيد. ايهاب امين البوب، ايهاب امين او السوبر ماريو، واحد من نجوم منتخبنا المصري وايضا نجم نادي الاهلي. انتهت احداث الكوارتر الاول بتقدم الاهلي 19-12، واللي ما كانش معانا ومش متابع ولسه بيتفرج علينا دلوقتي، احداث الكوارتر الثاني انتهت بتعادل الفرقتين الى نقطه الصفر 32-32. الجولة الثانية عشر، وهقول لحضراتكم النهاردة في المباريات الجزيرة وسموحة بيقام الأقيمة الساعة 6 حاول أجيب لحضراتكم النتائج. الاتحاد والتأمين، الجيش والاتصالات، دي مباريات الجولة ال 12. على بركة الله الحازة التبادلية لصالح نادي الزمالك. والتر هوج عنده 2 فاول، سمير عنده 2 فاول، عمرو زهران عنده خطأ وحيد. ده خماسي النادي الاهلي. خماسي نادي الزمالك: عمر هشام، وليد عبد الجواد، احمد ياسر، علي حجازي، وهنشوف الخامس من دلوقتي. مانتومان النادي الاهلي: احمد عزب، عمر هشام، ما زال النادي الاهلي مانتومان. بنتريشن من عمر هشام لكن لا ينجح في التسجيل. سكند شوت على طول عند علي حجازي اللي بيطلع لعمر هشام على الكيك اوت لاحمد ياسر على 3 بوينت لا يسجل. يلم ثاني على الاوفنسيف ريباوند ويسلم لما وليد عبد الجواد 3 بوينت مره ثانيه لكن لا ينجح في التسجيل. الريباوند حاضر هنا عند عمرو زهران اللي بيسلم بدوره الى عمرو الجندي. عمرو الجندي والبنتريشن يهوش الباص ولا اروع، حتى الكاميرا ما راح معاها باص ولا اجمل ولا اروع ولا احلى لاحمد اسماعيل، ينجح في انه ياخد فاول وخطا شخصي على احمد ياسر. والتو شوتس لصالح، هل هي تو شوتس ولا اوتسايد؟ اعتقد انها تو شوتس، طبعا تو شوتس طبعا. وارتكاب اولى الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك. وادي فري ثرو اول غير ناجح لاحمد اسماعيل.
فري ثرو تاني ناجح لاحمد اسماعيل. بعض الاحصاءات سريعا كده في الفري ثرو، النادي الاهلي 5 محاولات على الفري ثرو نجح في 4، نادي الزمالك 9 نجح في 5. عمر هشام يقود الهجمه لنادي الزمالك، يعمل الدرايف بيك اند رول لكن توصل تقطع كده وتروح لوليد عبد الجواد تستقر في يده. وليد لا زالت الكره مع وليد عبد الجواد، اخر 7 ثواني في زمن الهجمه، وليد ودرايف 1-1 يسلم لعلي حجازي اللي بيروح، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على احمد اسماعيل، ثاني الاخطاء الشخصيه على اسماعيل واولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في احداث وعمر الكوارتر الثالث. خالد عبد الناصر مش علي حجازي عفوا، خالد عبد الناصر على الفري ثرو الاول نجح في التسجيل. الجوله ال 12 ديربي العاصمه الاهلي والزمالك، المقابله الرابعه لهذا الموسم ما بين الاهلي والزمالك، وفري ثرو ثاني ناجح لخالد عبد الناصر. والتر هوتش يعدي بالملعب 1-2-1-1 بريس هاف كورت من نادي الزمالك، توصل عند الكابتن يوسف سمير، عمرو الجندي درايف عمرو راح وصل لكن لا ينجح، توصل الكره عند خالد عبد الناصر، يبدا هو الهجمه يروح ياخذ البيهايند باك وياخذ الخطوات ويوصل وبشماله وينجح في تسجيل نقطتين. لا والله طبقا لاشاره كابتن منشاوي في فاول قبل اكشن الباسكت على عمرو زهران، وتاني الاخطاء الشخصيه على عمرو، وتاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. انتظار عمرو زهران للسنيور اوجوستي والاوتسايد لصالح نادي الزمالك. 34 الاهلي 33 الزمالك. وليد عبد الجواد قطع له خالد عبد الناصر، راح بيمينه لكن لا ينجح في التسجيل. عمرو الجندي يسلم لوالتر، والتر هوج لسيف سمير، سيف 1-1 جيف اند جو، روعه الروعه مع والتر هوج ينجح في التسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. 36-33 وادي الجيف اند جو قطع له حلوه قوي على بال ما اكتشف عمر هشام، كان على طول والتر هوج رايح على الباسكت وبيسجل. وادي تراي الباسكت لنادي الزمالك لكن لا ينجح في التسجيل، عمرو زهران في الفاست بريك يوصل وينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. 37-34 كده السكور صح. وليد عبد الجواد يبدا الهجمه لنادي الزمالك، يسلم لعمر هشام ياخذ السكرين من خالد عبد الناصر، يعمل الدرايف يوصل يطلع كيك اوت لكن سيف سمير في الاستيل حاضر، والفاست بريك للنادي الاهلي عن طريق عمرو زهران، لكن ليه عمرو الضنك يحاول معاه والتر هوج لكن هنا في قرار لان الكوره وهي داخله خبطت في ايد كوتش احمد مرعي، فالكابتن منشاوي حسبها للنادي الاهلي. يعني لو نشوفها في الاعاده والتر هوج وهو بيخرجها بيدخلها، دخل الكوره من بره لجوه خبط في ايد كوتش احمد مرعي. طبعا كوتش احمد مرعي ما يقصدش، كان رافع ايده بيوجه بيه اللعيب. هنشوف الحوارات والمداولات دلوقتي هتروح لمين، وفي حوار باسم كده ما بين كوتش احمد مرعي والتر هوج وخروج عمر هشام لاعب نادي الزمالك. والتر هوج وحوار مع سمير جوده جامبو هو الحل الامثل. الكره في حيازه الاهلي، كوتش احمد الفالك كابتن احمد الفالك المراقب للمباراه. طبعا هنشوف هنا القرار يعني ايه، يعني لو عدنا الكره مره ثانيه هنشوفها، لكن هنا خلاص قرار كابتن منشاوي قال ايه؟ قال ابيض خلاص. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. وليد عبد الجواد اسلام سالم في اول نزول ليه في احداث الكوارتر الثالث رقم 9. احمد عزب يسلم الهاند اوف على طول لوليد عبد الجواد، وليد اسلام سالم واول ظهور ليه في احداث الكوارتر الثالث لوليد، يحاول يعمل البنتريشن. وليد عبد الجواد درايف راح وصل نجح في تسجيل نقطتين، نقطتين كمان لصالح نادي الزمالك. والتر هوج يقود الهجمه للنادي الاهلي، والتر مع وليد عبد الجواد من تمن نادي الزمالك، والتر هوج وفاول على وليد عبد الجواد. ثاني الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك واولى الاخطاء الشخصيه على وليد عبد الجواد. اوتسايد الاهلاوي الجندي
يوسع على احمد اسماعيل يعمل الدرايف الجندي يموه بجسمه يروح، لكن لا ينجح في التسجيل. يزق احمد اسماعيل على طول والتر هوج، والتر ياخد السكرين من احمد اسماعيل واحد على واحد والتر والبيك اند رول، لكن خالد عبد الناصر يرتكب فاول وخطا شخصي على خالد عبد الناصر. ثاني الاخطاء الشخصيه على خالد وثالث الاخطاء الشخصيه على توتال على نادي الزمالك. 37-36 فرق النقطه لصالح النادي الاهلي. سيف سمير حاول يلعب واحد على واحد مع خالد عبد الناصر، سيف بمنتهى الفدائيه ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي، يوسع الفرق الى 3 نقاط. 39-36 لصالح احمد ياسر. يسلم لخالد عبد الناصر، ياخد الهاند اوف على طول مع احمد عزب. احمد يعمل الدرايف يطلع كيك اوت لاحمد ياسر. النادي الاهلي عامل الدفاعات، وادي 3 بوينت غير ناجحه من احمد عزب. على طول فاص بريك لسيف سمير، سيف راح وصل نجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. فاص بريك واسيست عن طريق عمرو زهران يوسع الفرق الى 41-36 لصالح النادي الاهلي. ادي الاعاده، ادي الافاده، ادي الباسكت، ادي التقدم. تايم اوت يطلبه على طول كوتش احمد مرعي لايقاف تقدم النادي الاهلي. تعالوا نسمع تعليمات السينيور جوسي جولبي بوش ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد مرعي. تقدم النادي الاهلي لخمس نقاط، ست دقائق 23 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. خماسي الزمالك احمد عزب، وليد عبد الجواد، حازم المشد، اسلام سالم، و شوف الخامس مين؟ عمرو الجندي في الكادر. الخامس هو احمد ياسر، والتر هوج، عمر عزب، عمرو الجندي، احمد اسماعيل، والكابيتانو سيف سمير. وليد عبد الجواد يبدا الهجمه لنادي الزمالك، مان تو مان النادي الاهلي، هاند اوف مع احمد عزب. الكوارتر الثالث هو السمه الغالبه للكوتش اوجوستي، وادي درايف من احمد عزب ينجح في الوصول وفاول تو كاونت والاند وان لصالح احمد عزب، والفاول الثالث على سيف سمير، ثالث اخطاء شخصيه على سيف، ثالث الاخطاء الشخصيه توتال على النادي الاهلي. ثلاث اخطاء شخصيه على سيف سمير، اعتقد هيستدعي عمر عزب بدلا من سيف سمير او مؤمن خير. الاند وان لاحمد عزب ينجح في التسجيل. ثلاث محاولات لنادي الزمالك على الفري ثرو نجح في تسجيلهم، محاولتين النادي الاهلي على الفري ثرو نجح ايضا في تسجيل واحده من اصل اثنين. عمرو الجندي بساط سريعه تنتهي عند احمد اسماعيل، يقلب الملعب على طول بالسكيب باس لعمرو زهران على الثري بوينت، يرد رد سريع عمرو زهران. ثلاث نقاط جديده لصالح النادي الاهلي واولى الثلاثيات في احداث الكوارتر الثالث. احمد عزب 44-39 لصالح نادي الاهلي. اسلام سالم لاحمد ياسر، يعمل البنتريشن من الدرايف من البيز لاين، يسلم الكيك اوت على طول لاسلام سالم. اسلام اخر الثواني بيشوط لكن لا يسجل على طول. اوفنس ديفنسيف ريباوند عن طريق والتر هوج. والتر يبدا الهجمه، ياخذ سكرين من سيف سمير، سيف بالبيك اند رول يطلع لعمرو الجندي، عمرو وثلاثيات عمرو الجندي لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول احمد ياسر عبد الوهاب، اعطاله على طول، توصل عند احمد ياسر مره ثانيه على الثري بوينت، عايز يرد لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول احمد اسماعيل، كوتش اوجوستي بيطالب بالهدوء وبيقول لوالتر هوج اهدى شويه والعب السيت بلاي. ينفذ الخطه المتفق عليها، والتر يسلم لعمرو الجندي، عمرو لاحمد اسماعيل تحت الباسكت، حاول يلعب الواحد على واحد يطلع باص كده لكن
باص كده تير الاوفر عجيب وباصه خاطئه تطلع اوت سايد لصالح النادي الزمالك. زي ما قلت لحضراتكم سيف سمير هيخرج، هنشوف مكانه هل عمر عزب ولا مؤمن خيري. واستغلال 39-44 5 دقايق 6 ثواني واستغلال مروان سرحان. احمد عزب ياخد سكرين حازم المشد يسلم لاسلام سالم، حازم يعمل سكرين لاسلام، اسلام عايز يلعب واحد على واحد دور على البيك اند رول لحازم، حازم يعمل الدرايف مع احمد اسماعيل يوصل لكن لا ينجح في التسجيل، اسلام سالم السكند شوت وينجح في التسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الزمالك. يبدا الهجمه عن طريق النادي الاهلي عن طريق والتر هوج. والتر اخر نلعب في الدقيقه السادسه او يتبقى 4 دقايق 40 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. عمرو الجندي في الدرايف يسلم لاحمد اسماعيل، اسماعيل والثري بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، مروان سرحان يلحق قبل الاوت يسلم لعمرو زهران، عمرو لوالتر هوج يبدا الهجمه. والتر هوج والتر درايف والتر راح والتر لكن هنا في فاول على حازم المشد رقم 55، ثاني الاخطاء الشخصيه على حازم ورابع الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك. تو شوتس لصالح والتر هوج وعلي وحيد نزل مكان احمد اسماعيل واحد من ناشئين نادي الاهلي. سياسه الدفع بالناشئين لكوتش اوجوسي جول بيبوش وادي فري ثرو اول ناجح لوالتر هوج. والتر وفري ثرو ثاني 45-41 ينجح ايضا في تسجيل الفري ثرو الثاني، 4 محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل 3 بنسبه 75%. احمد عزب يعمل الدرايف مع عمرو زهران مش سايبه، دفاع قوي من عمرو زهران يسلم لاسلام سالم، اسلام ومع عمرو الجندي يستني السكرين حاول يروح ناحيه اليمين وخد السكرين فعلا، عمرو زهران يحاول يقطع يسلم حازم مشد، حازم يعمل الدرايف مع علي وحيد يوصل حازم ينجح في تسجيل نقطتين وخطا شخصي على علي وحيد. علي وحيد لاعب النادي الاهلي تحت 18 سنه المصعد الى الدرجه الاولى 46-43 لصالح نادي الاهلي. وليد عبد الجواد في التغيير مكان احمد عزب. اند 1 لصالح حازم المشد لا ينجح في التسجيل. هتقول لي دي دخلت، اقول لك حازم المشد عدى برجله قبل الكره ما تلمس الحلقه. ستة 46-43 ضغط نادي الزمالك على النادي الاهلي. والتر هوج مان تو مان من اول ملعب، عمر هشام يتولى رقابه والتر هوج. والتر يروح عكس السكرين يقف على الميديم شوت لكن اير بول، علي وحيد يحاول يوصل الكره فعلا وصل الكره ويسلم ليه عمر عمرو الجندي، عمرو درايف عمرو بشماله عمرو نجح عمرو سجل عمرو نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي يوسع الفارق الى 5 نقاط 48-43 لصالح النادي الاهلي. عمر هشام ياخذ السكرين من حازم مشاد، عمر يعمل الدرايف وصل لكن لا ينجح في التسجيل، هنا في ايه؟ هنا في فاول على علي وحيد. طب نشوفها تاني. تاني الاخطاء الشخصية على علي وحيد. وحازم المشد على الفري ثرو او تو شوتس. عمرو الجندي اللعبة الأخيرة وتمويه وتغيير الجسم وتغيير الاتجاه وبشماله ولعبته. عمر هشام فري ثرو أول. ينجح في التسجيل. 5 محاولات نادي الزمالك على الفري ثرو نجح في تسجيل 4 مقابل 4 محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل 3.
فري ثرو ناجح لعمر هشام، ده الفارق الى 4 نقاط. عمرو الجندي ياخد سكرين وعلى 3 بوينت يشوط لكن هينجح في التسجيل. علي وحيد بيحاول معاها لكن هنا بتخبط في رجل، تخبط اوت سايد فعلا على نادي الزمالك. 3 نقاط مش 4 نقاط فعلا، 48-45 اوت سايد لصالح نادي الاهلي. والتر هوج في غفله دفاعيه زملكاويه بالباك لاب بينجح في تسجيل نقطتين وسط اعتراضات نادي الزمالك. 50-45 اتسع الفرق الى 5 نقاط. عمر هشام يستلم ويبدا الملعب بالست بلاي. عمر يعمل الدرايف يطلع لعلي حجازي اللي بيشوط على الميديا بشوت شوت لكن هينجح في التسجيل. وهنا في فاول وخطا شخصي على حازم المشد، اوفنسيف فاول على حازم المشد لاعب نادي الزمالك. 3 الاخطاء شخصيه على النادي على حازم المشد و5 اخطاء تجاوز نادي الزمالك ال4 اخطاء شخصيه كده. اي تو شوت اي فاول بتو شوتس على طول لصالح اي فريق. يخرج حازم المشد 247 ثانيه فريقين اي فاول على اي فريق بتو شوتس على طول. علي وحيد فري ثرو اول تو شوتس علي وحيد. ينجح في تسجيل فري ثرو الاول. علي وحيد فري ثرو ثاني ينجح ايضا في تسجيل. 52-45 7 نقاط 9 الفرق لصالح النادي الاهلي. اسلام سالم مان تو مان النادي الاهلي ما زال. علي حجازي ياخذ سكرين من اسلام سالم. اسلام يعمل الدرايف يروح يوصل لكن مروان سرحان بفدائيه شديده يعمل الديفنسيف ريباوند. يستلم على طول والتر هوج يبدا الملعب يبدا الهجمه بالست بلاي. والتر ياخذ سكرين مروان سرحان. تعدي منه كده تيرن اوفر لكن هو بيقول له انا لمسه لكن خلاص يعني هي تيرن اوفر على والتر هوج. تيرن اوفر على والتر هوج 220 ثانيه على انتهاء زمن احداث الكوارتر الثالث. وليد عبد الجواد يسلم لاسلام سالم. اسلام لعمر هشام بالهاند اوف. عمر درايف عمر وصل عمر لا ينجح. عمر مروان سرحان اوفنسيف ديفنسيف ريباوند يسلم على طول والتر هوج يهدم الملعب. والتر يعدي قبل الثمان ثواني. والتر مؤمن خيري لوالتر مره ثانيه ياخذ سكرين من علي وحيد. والتر هوج يقف ويطلع لمؤمن خيري على 3 بوينت مؤمن خيري لكن لا ينجح في التسجيل. على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عند نادي الزمالك. وليد عبد الجواد ما زال يمتلك الكرة يبدأ الهجمة ياخد السكرين من علي علي وليد عبد الجواد يوصل يروح لكن لا ينجح في التسجيل. تخبط الكرة في والتر هوج لكن يلحقها لكن بس كده يعني كانت سريعة شوية وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. 6 محاولات للنادي الأهلي على الفري على 3 بوينت نجح في تسجيل محاولة وحيدة و3 محاولات لنادي الزمالك على 3 بوينت نجح لم ينجح في تسجيل أي محاولة على 3 بوينت. اسلام سالم يخرج من نادي الزمالك. شوف نزل مين مكانه. وعمرو زهران يخرج ايضا من نادي الاهلي. وليد عبد الجواد نزل احمد ياسر مكان اسلام سالم. ضغط عليه مؤمن خيري عدى قبل الثمان ثواني لكن الاهلي نجح في انه يعمل ديفنس قوي ويجبر نادي الزمالك انه ما يخرجش من نص ملعبه في 8 ثواني وتقول الكرة على طول في حيازتها لصالح النادي الاهلي. حازم المشد ينزل مرة تانية مكان علي حجازي في نادي الزمالك وكريم حاتم ينزل مكان عمرو زهران. الكرة اهلاوية الاوتسايد اهلاوي. كريم حاتم يسلم مؤمن خير. مؤمن ياخد سكرين من علي وحيد. مؤمن في الدرايف يروح مؤمن يوصل مؤمن لكن بلوك احمد ياسر يسلم على طول هشام. عمر هشام في الدرايف في الفاست بريك راح وصل لكن هنا في فاول وخطا شخصي. نشوف على مين اعتقد على عمرو الجندي. على عمرو الجندي بتو شوتس على طول لصالح نادي الزمالك. اول خطا على عمرو الجندي. عمرو زهران مرتكب خطأين. عمرو الجندي خطا وحيد. مروان سرحان خطا
سيف سمير 3 اخطاء، كريم حاتم خطا، والتر هوج خطاين، اسماعيل خطاين، علي وحيد خطاين. لم يشارك حتى هذه اللحظات محمد خيري وعمر عماد جودزيلا. فري ثرو اول نجح ليه عمر هشام. اخر دقيقه 4 ثواني من زمن واحداث عمر الكوارتر الثالث، 52-46 لصالح النادي الاهلي. فري ثرو ثاني غير ناجح والكره في حيازه النادي الاهلي. تقول لي ازاي يعني ما جاتش وراحت للنادي الاهلي؟ اقول لك عشان دخول حازم المشد قبل ما الكره تتشق. ضغط نادي الزمالك طبعا هي استراتيجي للكوتش احمد مرعي. كريم حاتم ضغط عليه وليد عبد الجواد، بينوع في دفاعاته دايما كوتش احمد مرعي. هاند اوف مع عمرو الجندي لكن لسه محتفظ مع كريم حاتم. وفاول وخطا شخصي على حازم المشد، ده الفاول الرابع على حازم المشد. 4 اخطاء شخصيه حازم، اعتقد على طول هيستدعي كوتش احمد مرعي. شوف الفاول مره ثانيه كان متحركا، خطا شخصي وتغيير. تو شوتس لكريم حاتم. هيخرج حازم المشد زي ما قلت لحضراتكم، وينزل خالد عبد الناصر رقم 28. كريم حاتم فري ثرو اول ناجح. كريم ٥٦-46 وفري ثرو تاني ايضا ناجح لكريم حاتم. اصغر اللاعبين اشتراكا مع المنتخب المصري تم استدعائه من قبل الكوتش روي رانا الكندي. روي رانا الهجمه الزملكاويه. كريم وليد عبد الجواد يسلم الكره لاحمد ياسر، يطلع كيك اوت لعمر هشام. عمر لقى الطريق فاضي في البنتريشن، راح وصل لكن لا يسجل. محاولات من النادي الاهلي عشان الاستحواذ على الكره، تسلم على طول ل عمر هشام ينجح في تسجيل نقطتين. يوسع ده الفارق 48-54، 6 نقاط لصالح النادي الاهلي. الثواني الاخيره في عمر احداث الكوارتر الثالث. كريم حاتم لعمرو الجندي، عمرو ياخد سكرين من احمد اسماعيل اللي نزل مكان مروان سرحان. عمرو الجندي، عمرو يبحث عن الثلاثيه والبنتريشن، راح عمرو الجندي، راح وصل لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول نادي الزمالك عن طريق عمر هشام، يبدا الفصل بريك على طول لاحمد عزب اللي بيشوط في الثواني واللحظات الاخيره، لكن تاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي 54-48. اعزائي المشاهدين استراحه ما بين الكوارتر الثالث والرابع ونعود اليكم في احداث الكوارتر الرابع باذن الله. رجعنا اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الرابع في درب العاصمه ما بين الاهلي والزمالك. احصائيات سريعه كده في احداث الكوارتر الثالث، 6 محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت، نجح في تسجيل محاوله وحيده، اما نادي الزمالك 4 محاولات على 3 بوينت لم يسجل في اي محاوله منهم. نادي الاهلي على الفري ثرو 8 محاولات، نجح في تسجيل 7 محاولات على الفري ثرو، اما نادي الزمالك 8 و7 نجح، 8 محاولات نجح في تسجيل 7. توتال 3 بوينت للفرقتين. النادي الاهلي 23 محاولة على 3 بوينت نجح في تسجيل 6، اما نادي الزمالك 11 3 بوينت نجح في تسجيل 4. بداية احداث الكوارتر الاخير في الدرب العاصمة ما بين الاهلي والزمالك. ستارت لاين اب للنادي الاهلي، عمرو الجندي، مروان سرحان، احمد اسماعيل، كريم حاتم، ومؤمن خيري، اما نادي الزمالك وليد عبد الجواد، احمد عزب، خالد عبد الناصر، عمر هشام، واحمد ياسر عبد الوهاب. كامل اللقاء كابتن ياسر جمال، كابتن محمد النشاوي، كابتن محمد سعيد. كابتن ياسر جمال هو من يحمل الكره. على بركه الله بدايه احداث الكوارتر الرابع، تقدم النادي الاهلي اللي ما كانش معانا 54-48. على بركه الله الحيازه اهلاويه. كريم حاتم يسلم لمؤمن خيري، مؤمن لكريم حاتم مره ثانيه لمروان سرحان، درايف مروان سرحان، وصل مروان سرحان، نجح مروان سرحان في تسجيل اولى نقطتين او 2 بوينت لصالح النادي الاهلي في بدايه احداث الكوارت الرابع. وليد عبد الجواد حاول يخطف كده، مؤمن خيري الانسايد لصالح نادي الزمالك، وادي اولى الثلاثيات لنادي الزمالك، لا ينجح في التسجيل عن طريق احمد ياسر، يلم عمرو الجندي على طول في الديفنسيف ريباوند، ياخذ الكوره وياخذ السكرين الاول، لسه عمرو الجندي محتفظ بالكوره، عمرو في الدرايف، عمرو وصل عمرو لكن في البلوك حاضر عن طريق نادي الزمالك. كريم حاتم توصل للكوره، ياخذ كريم حاتم الكوره
والسكرين من احمد اسماعيل كريم يروح في اللعب السريع ونجح بنقطتين كمان لصالح نادي الاهلي. فلوتن شوت عن طريق كريم حاتم والحيازه لنادي الزمالك. وليد عبد الجواد ياخذ سكرين من عبد الناصر وادي كيك اوت لعمر هشام على الثري بوينت ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات واولى النقاط لصالح نادي الزمالك عن طريق عمر هشام. 56-51 اقترب الفارق الى خمس نقاط لصالح النادي الاهلي. مؤمن خيري سكرين مؤمن في البيك اند رول مع احمد اسماعيل بص روعه الروعه لكن هنا في فاول وخطا شخصي على احمد ياسر عبد الوهاب وتو شوت لصالح نادي الاهلي. تاني الاخطاء الشخصيه على احمد ياسر ودي اولى نقاط الكوارتر الرابع عن طريق مروان سرحان والتو شوتس لصالح نادي الاهلي عن طريق احمد اسماعيل. نزل اسلام سالم وخرج وليد عبد الجواد واسماعيل على الفري ثرو الاول الناجح ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول. 59 يوسع الفارق الى 8 نقاط. 8 دقائق ونص على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه وفري ثرو ثاني غير ناجح. على طول الهجمه تبدا عن طريق احمد عزب من نادي الزمالك. عمر هشام ياخذ سكرين من خالد عبد الناصر. خالد عمر هشام يعمل الدرايف مستني البيك اند رول وقف ارتكز بيدور على مين؟ بيدور على خالد. استلم خالد في البيز لاين بيلعب واحد على واحد معاه كريم حاتم يسلم لعمر هشام 3 بوينت من نفس الناحيه من نفس المنطقه لكن المره دي بتخبط في عمرو الجندي وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. 4 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. 59-51 لصالح النادي الاهلي. في تغيير في صفوف نادي الزمالك. هنشوف مين اللي هيخرج. عمر هشام يخرج. وادي اسلام سالم في الدرايف يروح يوصل لكن لا ينجح في التسجيل. دفاع قوي من النادي الاهلي. كريم حاتم على طول في الفاصل بريك 3-2. مروان سرحان ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. يبحث عن الفاول لكن خلاص بيرجع عادي مفيش مشكله. احمد عزب يطلع لاسلام سالم. وليد عبد الجواد هو اللي نزل. وادي اسلام سالم في الدرايف وصل راح لكن لا ينجح في التسجيل. مروان سرحان ديفنسيف ريباوند عامل كوارتر بدايه الكوارتر. مروان سرحان اعتبره هو نجم الكوارتر الرابع حتى هذه اللحظه. وادي باص جميل جدا جدا ولعبه اجمل من كده ما فيش. قرينا على مروان سرحان بيعمل تراي والثانيه لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول نادي الزمالك عن طريق علي حجازي يسلم لوليد عبد الجواد. اسلام سالم يبدا الهجمه. اسلام مع كريم حاتم يحاول يعمل الدرايف يطلع كيك اوت لوليد عبد الجواد معاه عمرو الجندي. اخر 5 ثواني في زمن وعمر الهجمه. اسلام سالم في الدرايف من الميدل لكن اسماعيل يعمل الستيل ويهدى على طول. مؤمن خيري ويطالب بالهدوء. يبدا الهجمه والست بلاي مره ثانيه. مؤمن خيري مؤمن يعدي بالسكرين من احمد اسماعيل ينتظر عمرو الجندي لكن قرر يعتمد على نفسه ويطلع لعمرو الجندي في الكيك اوت. عمرو الجندي بيتعمل معاه الستيل. عزب احمد عزب والبلوك روعه الروعه من كريم حاتم يلم تاني احمد عزب ينجح في تصفيتين لكن بلوك روعه من كريم حاتم. هو بس يعني لو كان رد على طول كان ممكن يبدا هو الهجمه ويروح بيها للنادي الاهلي. كريم حاتم لمؤمن خيري. كريم حاتم مره ثانيه ياخذ السكرين من احمد اسماعيل يعمل الدرايف يدور على البيك اند رول لكن هنا كان حاضر علي حجازي في الستيل يسلم على طول لاحمد عزب في الزمالك. 61-53 لصالح النادي الاهلي. عزب في البنتريشن راح وصل لكن هنا في فاول اعتقد الفاول على مؤمن خيري. مشاورات 61-53 زي ما حضراتكم شايفين قدامنا على الشاشه. هنشوف يعني كابتن ياسر وادي باسكت الفاست بريك اللي سجله مروان سرحان. شوف الفاول على مين؟ والتر هودج وسيف سمير مكان كريم حاتم واحمد اسماعيل. هل الفاول على مروان سرحان ولا مؤمن خيري؟ تو شوتس اعتقد انه على مروان سرحان. مروان سرحان الخطا الشخصي الثاني دي وفري ثرو اول لصالح احمد عزب.
حسب على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. خالد عبد الناصر والتر هوج. والتر بيبلغ سيف سمير هيلعبوا ايه. سيف مرتكب 3 اخطاء شخصيه 6 دقائق 28 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. والتر هوج ديفنسيف ريباوند على طول يلم يبدا الهجمه. والتر هوج لسه الكره مع والتر وسكرين تاني من سيف سمير. والتر هوج يسلم لسيف في البيك اند رول. بس نطمن الاول على علي حجازي. هي خطا وفاول على علي حجازي بس نطمن عليه الاول. سلامات لعلي. الف سلام. الحمد لله بالسلامه. سلامات لعلي حجازي. نشوفه مره تانية لكن الباص حلو قوي. هوش سيف سمير. علي حجازي يعني بقوه وبحماس طبعا. فالحمد لله ام سليم. الحمد لله. سلامات لعلي حجازي لاعب نادي الزمالك. 6 دقائق 9 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اهلاوي الاوتسايد. تغيير هيخرج علي حجازي. اعتقد كده بيعاني يعني كدمه بسيطه. سلامات لعلي وينزل مكانه حازم المشد. علي حجازي 3 اخطاء شخصيه. حازم المشد 4 اخطاء شخصيه اللي قدام حضراتكم على الشاشه. مروان سرحان يعود مره ثانيه للملعب. عمرو الجندي. عمرو وسيف سمير يستخدم اللوحه لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول وليد عبد الجواد من نادي الزمالك. يبدا الهجمه وليد. يسلم لعمر هشام. عمر ياخد السكرين من حازم المشد يسلم لحازم مره ثانيه. حازم الهاند اوف مع عمر هشام. يسلم في البيك اند رول لحازم المشد لكن ينجح في التسجيل. مروان سرحان ديفنسيف ريباوند روعه من وسط الناس كلها. يسلم لوالتر هوج. يهدى والتر يعدي الملعب قبل الثمان ثواني. يسلم مروان سرحان. مروان لوالتر هوج مره ثانيه. والتر لكن هنا في فاول على عصام فاروق لاعب نادي الزمالك رقم 3. 3 اخطاء شخصيه على نادي الزمالك. توتال فاولات في احداث الكوارتر الرابع. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 14 ثانيه جديده. زمن الهجمة. مؤمن خيري يسلم لوالتر هوج. والتر في درايف بالبيز لاين بالباور لاب لكن لا ينجح في التسجيل. سيف سمير من اعلى نقطة يعمل السكند شوت ويسلم لمروان سرحان لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق نادي الزمالك عن طريق عصام فاروق. يبدا الهجمة عصام ويسلم لعمر هشام. عمر ياخذ سكرين من حازم المشد. عمر في الدرايف واحد على واحد يوصل بشماله لكن لا ينجح في التسجيل. عمرو الجدي بمنتهى الفدائيه ديفنسيف ريباوند ولا اروع. يبدا الفاصل بريك 4-4. عايز يباصي كده لكن تخبط في رجلي لاعب نادي الزمالك وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. عمرو زهران يعود للملعب مره اخرى بدل من عمرو الجدي. يخرج خالد عبد الناصر وينزل احمد ياسر عبد الوهاب في نادي الزمالك. اوتسايد اهلاوي لصالح الاهلي والاهلاويه 61-54. 7 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. والتر هوج. والتر في درايف. والتر راح والتر بشمال. والتر سجل. والتر هوج نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. 2 بوينت جديده لوالتر هوج. يبدا نادي الزمالك الهجمه عن طريق عمر هشام. عمر يسلم لعصام فاروق. هاند اوف مع وليد عبد الجواد. ياخذ السكرين يعدي وليد في الدرايف. وليد راح وليد لكن لا ينجح في التسجيل. والتر هوج ديفنسيف ريباوند. يبدا الهجمه والتر بهدوء. وسع الفرق الى 9 نقاط لصالح النادي الاهلي. مؤمن خيري مان تو مان نادي الزمالك. مؤمن ياخذ السكرين من سيف سمير وبص ولا اروع وباسكت هنا ولا اجمل لكن هنا يرفض الهدايه لكن باص رائعه من مؤمن خيري وفاول على احمد ياسر عبد الوهاب. 4 اخطاء شخصيه توتال على نادي الزمالك. 3 اخطاء شخصيه على احمد عبد الوهاب. بصوا الباصه بصوا اللعبه ودى الناس كلهم في ناحيه وطلع الكوره لسيف سمير. دي لو كانت جت كان مخرجنا كده هيروح منزلها لنا على السوشيال ميديا ويكتب بلاي اوف ذا دي. لكن هارد لك يا سيف ويعوضها في التو شوتس. تو شوتس لسيف سمير. فري ثرو اول ناجح للسيف سمير. سيف سمير على الفري ثرو الثاني.
ينجح ايضا في التسجيل، كما في محاولات نادي الزمالك الاهلي على الفري ثرو ينجح في تسجيل ثلاث محاولات، اما نادي الزمالك اربع محاولات على الفري ثرو ينجح في تسجيل اثنين. 64-64 تعادل الفرقتين، وادي بعض العادات المباراه، وادي والتر هوج بالباك لي اب 2 بوينت جديده لوالتر، تايم اوت يطلبه الكوتش مرعي، تعالوا نستمتع بعادات الكوارتر الرابع. خلاص على وشك انتهاء التايم اوت اللي طلبه الكوتش مرعي. 64-54 انتهى الكوارتر الاول 19-12 لصالح الاهلي، ثم تعادل الفريقين في احداث الكوارتر الثاني 32-32، ثم تقدم النادي الاهلي 54-48 في احداث الكوارتر الثالث، والان النتيجه 64 نادي الاهلي 54 نادي الزمالك. نادي الزمالك مرتكب اربع اخطاء شخصيه توتال على فريقه، اي فاول بدايه من الفاول القادم بتو شوتس، اما النادي الاهلي حتى هذه اللحظات مرتكب خطا وحيد فقط. سيف سمير ثلاث اخطاء شخصيه هو الاعلى حتى هذه اللحظات، عمرو زهران، مؤمن خيري، مروان سرحان، ووالتر هوج وسيف سمير خماسي النادي الاهلي، كابتن ياسر جمال، وذهاب الى الكابتن احمد الفلكي مراقب المباراه للحديث في امر ما. هل تم تغيير اثناء التايم اوت ولم يتم التبليغ به؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. ادهم عصام تم تغييره، هل بدون تبليغ يعني انا يعني مش عارف بالظبط الحته دي قانونيا بصراحه، فيعني ممكن اتلخبط فيها، لكن خلاص خلاص تم تغيير ادهم عصام باحمد عزب، وضغط النادي الاهلي مان تو مان بريس فول كورت. عمر هشام ضغط عليه مؤمن خيري، يسلم من هاند اوف على طول بادهم عصام، ادهم يعدي لسه معاه الكوره، يحتفظ بالكوره، يسلم لعمر هشام، عمر ياخد سكرين من حازم المشد، عدى عمر في الدرايف، عمر كيك اوت لاحمد ياسر، احمد ياسر على 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق مؤمن خيري لعمرو زهران في الفاست بريك، عمرو وراح وسجل لكن اوفنسيف فاول على عمرو زهران، ثلاث اخطاء شخصيه على عمرو زهران. وخطأين شخصيين توتال على النادي الاهلي. أربع دقايق على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. 65-54 خرج عمر عزب، وأقول لحضراتكم نزل مين مكانه. عمرو الجندي، أدم عصام هاند أوف على طول مع أحمد عزب، عزب ياخد السكرين يسلم لعمر هشام، عمر في الدرايف وصل راح ضنك روعة لعمر هشام وسط دفاعة النادي الأهلي. والتر هوج يسلم لعمرو الجندي، عمرو في الدرايف، عمرو يطلع كيك اوت على طول لوالتر هوج، والتر ياخد سكرين من سيف سمير، والتر على 3 بوينت، والتر شوت والتر لكن لا ينجح في التسجيل، عمرو زهران ديفنسيف ريباوند على طول، اوفنسيف ريباوند على طول، وادي الجيف اند جو لكن تتقطع في السكه عن طريق احمد عزب، وخطا وفاول على عمرو الجندي. ثاني الاخطاء الشخصيه على عمرو الجندي، ثالث الاخطاء الشخصيه على نادي الاهلي. اوتسايد لصالح نادي الزمالك. عمر هشام يعدي من والتر، يوصل
طلع السكيب باس على طول لحازم المشد على 3 بوينت، لكن لا ينجح في التسجيل، وتؤول الكره على طول لصالح النادي الاهلي. اربع محاولات على 3 بوينت من نادي الزمالك، نجح في تسجيل محاوله وحيده بنسبه 25%، اما النادي الاهلي محاوله وحيده لم ينجح في تسجيلها. مؤمن خيري يبدا الهجمه، مؤمن ياخد سكرين من سيف سمير، مؤمن خيري يبحث عن البنتريشن لكن يسلم لوالتر هوج. والتر عنده الحلول، عنده الشوطة، عنده البنتريشن، عنده الباصة، عنده الباسكت للصالح النادي الاهلي. سيف سمير ياخد الاسيست والمرة دي يقبل الهدية وينجح في تسجيل 2 بوينت جديدة للصالح النادي الاهلي. هذه الحكاية، هذه البنتريشن، هذه الهدية، هذه الباسكت، ووراها الفاول على حازم المشهد اللي بطبيعة الحال يخرج خمس اخطاء شخصية بعد ارتكابه هذا الفاول. ينزل مكانه خالد عبد الناصر على طول رقم 28 اللي قدام حضراتكم على الشاشة. 67 56 دقيقتين 44 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. سيف سمير على الاند وان، اند وان ناجحة لسيف سمير. ست محاولات النادي الاهلي على الفري ثرو، ينجح في تسجيل اربعة من اصل ستة. احمد عزم ياخد سكرين من خالد عبد الناصر، يروح عكس السكرين، يعمل بنتريشن، عايز يكرر اللعبه تاني، لكن هنا الكره ايه؟ في صافره وفي فاول على عمرو زهران. وان سبورتسمان لايك فاول على عمرو زهران، اربع اخطاء شخصيه عمرو زهران ارتكبهم حتى هذه اللحظات. هل يستدعي خروجه الكوتش اوجوستي؟ ده اللي هنشوفه حالا. رميتين وحيازه لصالح نادي الزمالك عن طريق تنفيذهم عن طريق خالد عبد الناصر. خالد وفري ثرو اول غير ناجح. اخر دقيقتين 33 ثانية في عمر احداث الكوارتر الرابع والمباراة. ديربي العاصمة على صالة الامير عبد الله الفيصل. فري ثرو ثاني ناجح لصالح نادي الزمالك، الحيازة لصالح نادي الزمالك ايضا بعد الان سبورتس مان لايك فاول على عمرو زهران. في تغيير قادم. تكنيكال فاول على اسلام سالم. رميه وحيازه رميه لصالح النادي الاهلي. هل تم الاعتراض من قبل اسلام سالم؟ ثمانية وستين سبعة وخمسين. والتر هودج على فري ثرو نجح. والتر هودج ترجع الكرة مرة تانية لحيازة نادي الزمالك. تكنيكال فاول في التعديلات الجديده ان الكوره لو واقفه وصالح فرقه واتحسب تكنيكال فاول للفرقه الثانيه تعود الكوره لموضوعها الاصلي. اسلام سالم لسه واخد تكنيكال فاول، هاند اوف مع عمر هشام، استنى السكرين خالد عبد الناصر يعدي، لكن والتر هوج في الاخير وفي الميعاد ياتي له فلوتن شوت على طول من عمر هشام، لكن ديفنسيف ريباوند حاضر عند مؤمن خيري. مؤمن عدى مؤمن وعاه وليد عبد الجواد. مؤمن خيري ياخد سكرين من سيف سمير، مؤمن يطلع لوالتر هوج، والتر درايف، والتر راح، والتر على والتر، لكن لا ينجح في التسجيل. عمر هشام ديفنسيف ريباوند على طول ويبدا الهجمه والفص بريك ويسلم لاحمد عزب. احمد عزب يسيطر على كورته، يسلم لوليد عبد الجواد اللي على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. خالد عبد الناصر سكند شوت وتراي على الباسكت لا ينجح ايضا، يلم والتر هوج في الاخير. والتر خمس محاولات النادي الزمالك على 3 بوينت، نجح في تسجيل واحده، الاهلي محاوله وحيده لم ينجح في تسجيلها. 69 57 مؤمن خيري على 3 بوينت على طول، وكانه سمعني وبيقول لي الثانيه اهي، وانا اول واحد افتتح ال 3 بوينت في احداث الكوارتر الرابع. اخر دقيقه ونص من احداث وعمر زمن الكوارتر الرابع والمباراه. وليد عبد الجواد، وليد يعمل الدرايف لسه بيحاول معاها، لكن مؤمن خيري واقف بالمرصاد، توصل لخالد عبد الناصر على الاوبن شوت ميديوم لكن لا ينجح في التسجيل، يعمل سكند شوت على طول نادي الزمالك، لكن والتر هوج في الاخير يحسم الموضوع ويعمل الستيل. يقف والتر يستنى عمرو زهران، جيف اند جو روعه، دنك اجمل، ما فيش اجمل من كده، ما فيش احلى من كده، هاتها من الاول يا مخرجنا، بص على الباصه من والتر هوج والبدايه منين، لكن باسكت هنا بتحسب للنادي الاهلي والكره على طول لصالح نادي الزمالك بدون فاول. اخر 50 ثانيه في عمره احداث زمن الكوارتر الرابع.
احمد عزب تراي على الباسكت لا ينجح في التسجيل. عمرو الجندي ديفنسيف ريباوند 74-57 اكلينيكيا فنيا انتهت كده المباراه لصالح النادي الاهلي. مؤمن خيري يدور على سيف سمير يستلم منه مره ثانيه. مؤمن على 3 بوينت مؤمن الثانيه المؤمن لكن ينجح في التسجيل. يلم على طول الكره لصالح نادي الزمالك. مؤمن خيري وال 3 بوينت الاخيره والاولى في عمر الكوارتر الرابع. الكره في حيز نادي الزمالك 74-57 اخر 23 ثانيه في عمر الكوارتر الرابع والمباراه. وادي باسكت من فهمي حسن اللي لسه نازل ينجح في تسجيل نقطتين كمان. على طول ارتضى الفريقان بنتيجه احداث اللقاء اللي انتهت بتقدم وتفوق النادي الاهلي في الجوله ال 11 على نادي الزمالك 74-59. في ديربي العاصمه انتهى اللقاء بفوز النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم. الف مبروك لكتيبه السنيور اوجوستي جولبي بوش، مبروك لجماهير النادي الاهلي ولاعبيه. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده في الجوله رقم 12 من دوري السوبر، وكما ترون امامكم في الشاشه كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع. والان سريعا الى الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام كابتن محمد سلعوه والكابتن طاهر رجب. الزميل العزيز كابتن هيثم اليك الميكروفون.